مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد فوز منتخب إنجلترا على السنغال بثلاث أهداف مقابل صفر، احتفل مشجعوه بهذا الانتصار داخل الملعب وخارجه. مشجع إنجليزي يصفع قناة إسرائيلية بتصريحه بعد الفوز بترديده الحرية لفلسطين. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.